مين بيلعب ضد يزيد الان؟ عندنا شو اسمه عبد الله الرشودي ولا يزيد ضد ماجد الحديثي؟ لا انا كنت عارف من اول، ما احتاج احد يغششني. ماجد الحديثي ويزيد. يزيد هو اللي ماخذ رزلينا. شوف وجه يزيد، قسم وجه يزيد يبي يدخل، يبي كذا، يبي 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 فاحشه، ما في كلام والله. صدقني ناظر ما راح يخسر، ما راح هو هيز نت غانا لوز. والان بعد ما قلت هذا الكلام خلاص هو الان حيخسر 2-0 2-0 اوكي. خلينا نشوف اول شيء، اول ماتش. دقيقه قبل شيء، لحظه بطل جاي يزيد يا فاشل. ايه يعني الحش كان هنا بس، ها وين الكلام اللي قبل شيء؟ بوتن جيك، مين يستخدم البوتن جيكس؟ شوف لنا السنه نطقطق على بوتن جيكس. ماخذ جهوزه البوتن جيك هذا الماريو يبي يلعبها بعدها، لاني غريب اول مره اشوف يزيد يلعب البوتن جيك. لا مو يلعب ماريو اول مره. اوكي الحين لا يزيد يلعب ماريو، لعب ب 66 كلب مره كويس يعني، مره كويس. بعدين خاصه روزلينا كل الناس تقول، شوف تعرف نظام اللي لما يجي يقول لك يا اخي الشخصيه هذه الكاونتر حقها ما اعرف ايش وكذا وهذا، وتلعب ضد روزلينيا احسن ماريو. شوف انا دائما اقول انه هذا الكلام فاشل وما منه اي فائده. انت تقصد الماتش اب نفسه؟ اي في واحد قال هذا الكلام، في واحد قال هذا الكلام، قال القاعده هذه، وبعدين ما ركزوا الناس، ما دققوا عليه. فوش صار بعدها؟ صاروا كلهم يقولون نفس الكلام، فانه اوه روزلينيا ما ينفع معها الا ماريو ما ادري وش وكذا. انا بعد شوي بجي بقول روزلينيا ما ينفع معها الا مي فايتر. انقل الكلام هذا على الستريم، على الستريم. هذا صارت مي فايتر، في منهم الفايتر او البرولر هو الكويس بينهم ترى، يعني يجي منهم المي فايتر بشكل عام. فما استغرب الكلام اذا كان كلامك صح يعني من الاخر. انا تم كلام صح. الله يسلمك يا اخي، لا تحرجني احيانا. انا ما ودي اطلع يعني نرجسي بزياده، بس انا دائما صح ترى باي ذا واي، يعني اذا ما حد علمك. اوكي يبدا الماتش الاول. يبدا الماتش الاول اخيرا الحمد لله بعد الباتن تشيك. يزيد لا يزيد خش تعود رفيس يعني حلو ممتاز، يستلمها 1-2-3 هذا كلاسيكلي ماريو. واضح ان اذا انا اعرف يزيد كويس فهو دائما يحب يعني يستخدم الداون ثرو اب بي. طيب لكن حيتعب كثير خاصه انه موجود لومر في الجيم هذا، ولكنه بيكون مرتاح اكثر لانه هذا الماتش طبعا في الويننج، في الوينرز صح ولا لا؟ حاليا ما ولا في اللوزرز هذا؟ اتوقع الوينرز. في الوينرز صح، يزيد دائما الوينرز. الجوله الثالثه الراس الثالث. ايه فيزيد راح يكون مرتاح اكثر يعني ما يحس انه في الخطر مره. هي كان اولويز دو سمثينج في اللوزرز. ماش نشوفه يطير. صحيح مع السلامه، يحاول يرجع. اوكي رجعنا للنوترز مره ثانيه. انت قد شفت رشودي يلعب روزالينا؟ روزالينا قد لعبت ضده والله. لعبت ضده كيف كان الوضع يا زلمه؟ و كلاسيكلي يطلع مع السلامه. طير شوف شوف الان اتوقع انه يزيد بيلاحظ انه في شيء لازم يغيره. في شيء لازم يغيره في او مو قاعد يتخلص من اللوم هذا، اتوقع من الاسباب اللي هذا قاعد تتعبه. صحيح. يبي له يستلم اللومه شوي. يزيد دايم يقول لي عن لومه غريبه الماتش هذا ما تكلم عنه. يزيد يقولون ما لا يفعلون. هذا اوكي هذا اثر كلامك بعد ما خلص. بالضبط على طول فشل ذريع. انا اسوء معلق. ما ادري منه سالم يا وائل بس اوكي عرفت ما ادري والله يعني انا نفسي تحطمت شوي بالنيرفات بس اوكي انا توب تير انا احاول اروح التوب تير صراحه بلعبه سموك. شوف انا قاعد اركز انه يزيد الان قاعد يحاول يدخل بين اللوما وروزالينا ويعطيها داون سماش، يطق عصفورين بحجر. حلو استلم لوم عليك في اللوم. اوكي خلاص الله اكبر. اوكي طير لوم وشال ما وشال ما روح اثنيناتكم لا انت ولا هي. خرافي الان اتوقع فيه ممكن ساندويتش مطبق اسمه مطبق وليس ساندويتش. حلو ممتاز سماش كويس من يزيد يطق اللومه لسه في روح في اللومه في سماشات في سماشز يروح لومه في سماشات غلط كثيره من اللومه اللي طيره ما كانت سليمه. حلو يرجع رجوع موفق لكن الجهه الغلط ما قراها صحيح. داون سماش الدمج مره عالي و يعني الماتش لكن اي كان عندي يزيد فرصه بالداون سماش حقته الخرافيه انه كان ممكن يرجع الجيم بس وش اللي صار بعدها؟ هو الغلط انه ما سوى الشيء لما تسوي شيء في الهواء شو اسم الحركه؟ داش ما ادري
أفهمه. تفكر وش طب وش صار إيه؟ هو سواه وصار عليه ماينس فريمز على ال. نايس. الستاند في الحركة. أنا الآن بسوي نفسي. سوى سماش الأب سماش. صحيح. على طول بعد. صحيح فعلا. بسوي نفسي فهمت كل اللي قلته. يغير ما يغير ماريو اتوقع انه حسن الاداء شوي ضعيف الى لوسينا لكن عشان لوسينا السماشز حقتها ممكن على الثنتين على عليه على الجميع شيل كذا يسوي فيها شاورما يحاول يستقنص لوما الحين اكثر حلو في هذا لوما طاح ممتاز ممتاز في سيطره كويسه اتوقع الان ممكن رشودي ممكن يغير في اسلوب لعبه تك ممتاز لحظه نلعب ديفنسيف علشان لوما مو معه صحيح لا انا اشوفه اتاك بزياده يعني يحاول يزيد ما يسوي حركات ريسكي وش اوكي رجعت ممتاز هو كان شيلد بيروح فيها يزيد از يزيد اون فاير مع لوسينا يروح شبه الان في اقل من اقل من 10 ثواني اثنين لوما راح اوكي ممتاز يزيد يعني تقريبا لقى نقطة الضعف وقاعد يلعب عليها يقول هذه مو سماش بس ان المشكلة من التطبيق عنده شوي هو يخاف من اوه حلو انا توقعت بيكون فيه ممتاز عليك باللومة عليك باللومة اجلد ممتاز في توتر جدا واضح من رجولي ولكن ممتاز يستغلها واو الحديثي قصدي نعم صحيح وا ورا ما تصحح لي انت ولا انت خلقه مو عارف انا ما ادري يزيد قاعد يزيد مو قاعد يلعب سماش قاعد يلعب سايد بي هو مو which is good قاعد يفوز الان هذه والله سايد اي سايد بي هو الشيء هذا يا اخي هذا الشيء يا شباب هذه بي واي الشيء اللي يشوفوه الشيء اللي يشوفونه الجماعه المشتركه واي يروح استوك الاول لصقنا في الشاشه استوك الاول لوسينا اوكي والله طفشت ابغى اعرف مين يفوز روزالونا بريشر من روزالونا اوكي ابغى اشوف كسره الدرع انا ابغى اشوف كسره الدرع في الماتش ما يمدي ما يمدي يوجهها تحت وفوق لا لا بس جهه واحده وهي بارير بروكر اتوقع شيء يزيد ما سوى ولا قرابه هذه اول قرابه كنت حاسس بسوي قرابه عشان كذا جبت طريق قرابه انا كذاب كبير مره هنا منطقه مره خطيره اي طقه في ريال مع السلامه اوكي اب سماش كلاسيكلي الرجعه ليش السيف مره يصير طويل مره يصير قصير حسب الشارج نفسه طبعا شوف قاعد يشحنها كامله يروح لومه كم لومه راحت في الماتش ليتنا عدينا يا ليت يزيد يستفيد من الوقت اللي الحين هو في وضعه فيه لكن لا قرابة يعني عجيب الحديثي او رشودي واحد قاعد يكون مهاجم اكثر حتى هو ما معاه اللومه اوكي لومه يرجع صحه نسبة الدامج جدا متقاربة من وين طلع هذا؟ فجأة طلع لين اخذ نفس اللون طلع لومه نفس اللون ايه ولا تدري وش بيسوي يزيد وش بيسوي قاعد يطلع من الستيج واجد حلو لكنه يفقد الكنترول على الستيج قاعدين يرقصون مو قاعدين يلعبون سماش لوم بينك وبين اللومه اعوذ بالله يا الله ممتاز ينقذ نفسه لكنه مو حتى ما راح يلومه حتى حلو يا الله يخلص الماتش خلاص اوكي هذا لومه ناظر ناظر لا والله ما اوه يا الله قاعد يلعب فيه كراب ممتاز احتر من اللوم اوه نايس فاهمها لكن بلاتفورم انقذه ولا كانت الرجعه بتكون صعبه جدا مع السماش عند جديد يرجع دي اي ممتاز يا الله يا كافي يطير والحين لازم يستغل الفرصه يزيد كل هذه فرصه يزيد اتوقع صعب انها تتكرر خلاص الله الله عليك هذا الماتش ممتاز عطوا خير عطوا خير واحد واحد عطاه النغزه شوف عطاه النغزه اسمها النغزه هذه هو هذا اسمه كذا يزيد اعطاك التوقيت صح لانه لو صدها حتى بيكسر البارير يزيد في بريشر عالي جدا لا تقلق لا تقلق اعطاها اسمها نغزه الكبد هذه اسمها في الكبد في كبد اللومه اعطاها واحده تنهي كل شيء وعلى زاويه وعلى طرف الستيج انسى انك ترجع يا اخي يا حبك للفلسفه يا عيال اي احد يسولف في الاوائل تكفون كلاود للحين كويس هو زين فيه انها نطيب بعد مره ثانيه
هو لازال أصلاً قوي ما يحتاج إنك حتى لو مع النيرف البسيط اللي صار له. طيب الآن طبعاً نسترجع الماتش حق ماريو كيف كان سيء وكيف إنه كان ماتش مو موفق ليزيد مو للشخصية نفسها. لما شفنا الناس كثار يفوزون في ماريو الآن الماتش الثاني شفنا إنه في سيطرة أكثر من يزيد ولكن حتى مع السيطرة متعادلين كانوا. كيف بتشوف المباراة الثالثة هذه خاصة تاي بريكر يعني؟ أوكي أتوقع إن الإنكي تعلم من درس الماتش اللي راح. أوكي هذا ثاني لون يروح. أما اسمه الإنكي أحس بقرا لينك مين يحط اسم لينك ويلعب روزن هنا؟ لا كان وش اختصار الإنكي؟ لا نجوم بال ما أدري. شيلد للأب. أوكي يرجع. ولا كله لا ما لا يزال موجود فيه روح يحاول يرجع زيد لكن اتوقع انه عرف ان سبيسينج ما راح يكون فيه انفيزبلتي. اوكي يرجع طيب كمل عليه كمل عليه لكن الثالثه ثابته لوما ما يمزح لوما ما يمزح اللي اعطاك الابدي على كم ابد خلي المباراه معاه قاعد مو قاعد يطاق مع زي طاق مع لوما يحاول يستغل الفرصة لكن قرابة فك الشيل جوا حركة ريسكي من الوزنين أصلاً من شف انكسر الدرع توي كنت بقولها سوي فيه اللي تبغى ضربة الكبد اللي ودي نغزة الكبد نغزة الكبد والتشارد وياخذ الستوك الأولى والحين مع ذلك النسبة حقت روزيل هل بنشوف كسر الدرع ثانية ولا هي مرة واحدة في الحياة؟ المفروض انه يستغل هو من لو جيمين قاعد يلعب فيها اصلا من الجيم اللي من الكاركتر اللي فات وقاعد يلعبه دوما مشكله صراحه خصوصا بالشخصيات اللي معها بروجكتايل بس مع ذلك وزلينا يستغل ممتاز في سيطره اكثر من جهه تزيد لكن الدمج مو قاعد يخدمه روزالينا لو يحاول يرجع لكن البلاتفورم سحب عليك ليترلي ولا كان بيكون الموضوع اسهل لك في الرجعه ممتازة ينقذ نفسه بدون لوما حاول ممتاز الآن هذه فرصة إنه يرجع يسيطر على الماتش حتى لو شوي سوي يرجع جراب هاي ثاني جرابتين ممتاز ما توقع أتوقع يقدر أتوقع يقدر ثالث جراب لكن ما استفاد إلى الآن منها ولا واحدة يرجع لوما لكن قدر إنه يرجع يسيطر على راح يطيح لوما كان يبغى ستيج سبايك لكن لم يوفق هذه وش صار بغى يروح فيها الهي ويزيد يخسر عادي تو ستوكس راحت بنفس الطريقه هارد لك يا يزيد وموفق رشودي او الانكي موفق حيزعل لو شاف ستريم هو بعدين حيزعل مره حيزعل هارد لك يزيد هارد لك تعال هنا سوف اترك لكم لا 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 انا فسخت الضغط ابي افسخه طاحت النظاره والحياه صعبه ساترك لكم تعليق كوينز اوت تعال يا يزيد تفاعلك تعرف مكانك ها والله كلام عصام صراحه كان جدا انا وانت عاصم انا وانت